وحابين بس بالاول نتناقش عن موضوع تشات جي بي تي اللي هلا موجود كتير بال يعني مكتسح العالم ومكتسح الاماكن اليوم مع الطلاب تحديدا وبالمسار التعليمي. فحابين نعرف برأي حضرتك كيف بيأثر الذكاء الاصطناعي وتحديدا موقع تشات جي بي تي على مستقبل قدرة الطلبة على الابتكار في الجامعات والمؤسسات التعليمية. اولا بشكركم على استضافتي وان شاء الله تكون تقرير موفق بإذن الله. التشات جي بي تي هو أمر واقع ولا يمكن إخفاؤه أو التنصل منه. بالنسبة لقدرة الطالب الابتكارية، التشات جي بي تي لازم يساعد الطالب على الابتكار. فإحنا بدل ما بنقول إن الطالب بيبتدي يغش ويعتمد على التشات جي بي تي، احنا عايزين نبص للموضوع نظرة إيجابية ونشوف ازاي نقدر نستغل الأدوات اللي زي التشات جي بي تي وزي ما تفضلتي الذكاء الاصطناعي لمصلحة الكل، لمصلحة المجتمع، لمصلحة الطالب، انه ازاي يقدر ينمي قدراته الابتكارية على خلق كل ما هو جديد والاستعانة بالأدوات اللي زي التشات جي بي تي، مش الهروب منها. يعني برأيك هذا حكم مطلق انه تشات جي بي تي عم بيوقف قدرة الطلاب على الابتكار، بينما لا بالعكس فينا نستخدمه بطريقة ايجابية بيدعمهم وبيساعدهم اكتر على الابتكار. احنا لازم نعمل كده، يعني احنا لو ما عملناش كده يبقى احنا بنستخبى من الواقع ومش بنواكب التطور اللي التكنولوجيا بتدهن. طب هل بتعتقد انه من الممكن لمواقع مثل تشات جي بي تي يكون عندها القدرة بالمساهمة بتغيير المناهج والمناهج الدراسية وكينونة التعليم بالطريقة اللي هلأ نحن بنعرفها اليوم؟ هي المواقع نفسها زي تشات جي بي تي مش هي اللي هتكون السبب في تغيير المنهج التعليمي، ولكن لازم يكون السبب هو دافع زي ما قلنا الابتكار، والدافع وراء البحث عن كل ما هو جديد واللهف وراء الإمكانيات الفنية الضخمة اللي بيتيحها مواقع الذكاء الاصطناعي زي التشات جي بي تي وخلافه. لكن احنا كجهة بتبص على النواحي التعليمية وفوائد الطلاب لازم نطور من قدرات الطلاب البحثية والابتكارية، ولازم ندمج ده في المناهج التعليمية. يعني برأي حضرتك هذا دور بياخدوا المناهج والجهات التعليمية والحكومية حتى تقدر تغير بالمنهاج مثلا؟ واجبات الجهات المختصة في إثراء العملية التعليمية وإضافة كل ما هو جديد ليها، البحث المستمر والدعم المستمر للمسألة التعليمية والمسار التعليمي بأننا ندمج كل شيء جديد نشوف له فايدة. التشات جي بي تي ما فيش شك انه له فوائد كتيرة. انا مش عايز ان احنا ناس كتيرة بتبص على النواحي السلبية. انا دايما برجع تاني واقول خلينا نبص على النواحي الايجابية وقد ايه ده ممكن يثري المسألة التعليمية. فانا بدل ما بص على انه الطالب والله بيغش ولا ده اقتبس ولا ما اقتبس، انا لازم اقتبس عشان ابتكر. يعني فيش حد اتولد كده هوب راح مخترع اختراع، لازم يكون بحث وتعلم وجرب وفشل ونجح لغايه ما يوصل للابتكار الجديد. فانا النهارده لما عندي ادوات بتساعدني على ان انا اوفر وقتي بدل ما بضيعه في حاجات تقليديه اضيعه في حاجات استكشافيه، فده احسن لي 100 مره. طب مش هاي في ناس بتعارض هالطريقه الكلام هاي وبتقول انه لا هاي بهاي الطريقه نحن عم نخلي الطلاب بطل تعرف تفكر او عم نوقف لها قدرتها على الابتكار بالطريقه اللي يمكن التقليديه اذا بدنا نحكي او المعروف. هقول لحضرتك تاني انه الشطاره هنا من المسؤولين، الطالب مازال لسه في مرحله الطموح ومرحله الاندفاع طب انا الشطاره ان انا بالرزانه بتاعه المعلمين والقائمين على التعليم ان انا اوجه الطالب انه ايه هو احسن استخدام للادوات دي.